وانت سيبها مسكينة هيا. والله شي عملوا فوق البوطة عادتو ما كيفاش ردينا دابا. قل لي واش ما بنو عشي دابا؟ قل لي واش ما بنو عشي؟ الناس يسخروا ويصلي وينعسوا. تي سحرت وصليت ونضي انا نحسين الهيال. ها؟ نحسين الهيال مع زوت مولي شيفه. صراحة كنت كرهت هاد السقاق مقشة دابا حاد كباقي لي شوية في السطل. ايوا قلت راه نوزها ليه. داك مقشر نعم مقشر شوية بلاصة هادي اللي مضروب. ديك البلاصة هاديك فرشت لها الحصيرة هاديك اللي ليهين باش من كيفاش ما باقي ليش بزاف هنا ما عاقبنيش. ايوا وهاد الجهة هادي عنقول مثلا ديها هذا الطمار هذا المكشوف. عطي شي تحية بعد. السلام عليكم مشاهدين ديالنا. قل لهم صباح الخير. قل لهم صباح الخير. صباح الخير عليكم. لاباس عليكم. بصحوا وتربحوا في هاد رمضان. ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. تحية المغرب ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن وتحية الناس للريف. شكرا بزاف على التعليق ديالكم وعلى الدعم وعلى الجيمة ديالكم. واخا ماشي التفاعل طايح في هاد اليومين ماشي مشكل. هايداك وحنا باقي مستمرين. يطيح وينزل. يطيح وينزل عاود يطلع. يطيح ويرجع. عاود يرجع. بارك الله عليك. باش أو... نعسو واحد 4 ساعات من هنا ل 10 ولا 11. هيك شتاف. شتاف اه ما زفوريش حتى ديالو. برافو ليك. خصني هذيك القطه راه هي خرج. هاني. هذيك خليها. هذيك الشريكه ديالك. يا شريكه ديالي قولي. يا ما حملاتش شفتك. المهم ما تنساوش يجيب والكومونتير واللي باقي ما تابوناش يتابونا في القناه كما كيقولوا الاصدقاء ديالنا اللوليين اللي سبقونا اليوتيوب. البطونه حمراء بركوا عليها الله يزادكم بركوا وبزكوا وبريك بريك اخي بريك بريك تطبقونا وخليكم مع الفيديو ديالنا. من هنا غادي ان شاء الله يا ربي غادي ندير لكم فيديو من الصباغه ونكملوا نكمل لكم ان شاء الله يا ربي في المائده والافطار. انا ساليت الله الله ديك القطه اش ش ش ش ش خرج 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 لا قلت لي شي على الحصيره خرج. هذا هو وسط الدار اللي كنجلس فيه دابا. ارتاحيت ملي عملت الحصيره هنايا دهز لي من البروده ما نشوفش هذيك التقشير. يلا طلع ديك هذيك نزلوا لي راه فين نزلوا لي في ديك الطبيعه تما. انقطاجين هنايا نانقي الطاجين. ها الطاجين ديالي نلقاه هنايا. اخ الورد قدامي الطبيعه. ياه كيما طلعناكم اليوم كاين لا لا الزنقه لا والو. ديك الخاص فين عبد الوحيد؟ ها الخاص. ها الخاص تبارك الله. شوف شحال ضربت فيها. شوف كيفاش كانت. قولي نقيتي التومه. شوف شوف كيفاش كانت هذيك الليهين. شوف كيفاش رديتها. شوف كيف كانت بالربيع الجايه اللي منقي. يلا نقي الكرافس. ها هي تي الكرافس فيها طبعا. شوف خليها تما خصاص. انا خليته خصاص نسقيوها. شتي الكرافس. ها اياه يلا دخل نقي هذيك الجهه. بسم الله. وما قلبتش السروال الغليظ باش ما يواليك شي حريق. حريق يلا غدبنا حريق. شي 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 حريقه تي وريها لو قداش. ها حريق شوف قد شي قد شي عليك. قد 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 يا من الحبيب. ها هذا اكوباس لما تقول لك شوف اكوبا الهادي. ها البقول. البقول تبارك الله هاي الحق الشرفات احسن ما كاين. لقيت التقاشر ولا هالخصيله ما حيتوش اذا غير يشرب صافي. اه خصك داك لو داغي يرجع الشارع صافي. بدا تا بدا قطع منه ما قطع منه مع تخلف مع تلا اخ. اه هيطلع 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 اخر. اه صافي نقطع منه
كانكم بقاو الخبيزات معمرين ونجيو نقطعو منهم. علمتو كيفاش بالكون هكا كيفاش بتولي؟ اه والله الا نقيت هالجهه هذه. حيت عرفتي علاش؟ الربع ما جبتي شي حاجه؟ جبتي شي حاجه نزل عليها طايفور ولا شي حاجه؟ كلشي كاين احسن من الربع والطبيعه. ياه ابو العمان ها هذا نقول مريم عزيزه عليها مغرب عليه. ايوا مغرب هذا طيبه فوق الهادي بيدري طيبه فوق العافيه بيدري صح شنو قالتها بصح انا ما كرهتي والو شوف الداليه ديالي نفست شوف والله الا انا شنقول لكم تما فلاح انا قها في رمضان انها نحس بك الله يلقى فيها حيتاش القايله بزاف الطاجين ديالي ما بيكونش بحال ديالها ولكن عقيواها تجلى حنا شغل مستر شاف ولا بيدوقوا من عندنا تقولوا لا لا انت نات بدا تقول لي الطاجين ديالي زايد على ديالك وانا زايد واخا تعيا تقول الطاجين ديالي زايد على ديالك يلا شعلي العافيه راسي ها شعلي العافيه لا ما يطيب لك شي بلاصه ما يطيبش ما كاينش الوقت لا واخا لك شي الوقت العافيه خصها ساعد المكانه ولا ساعه ونص بابا نمشي للبيت عملوا عشاء قولوا لا نمشي عملوا فوق البوطه وانا منكمل نكمل هذا التومه شوف القرعه تبارك الله لبسات القرعه اللي يتقي تبارك الله يخلق اللي يتقي يعطيك سبحان الله كيف تبني شوية القصارة؟ لا شوف لي بعد نص واش تبني بعد نسا هناي اطلعي شوية نقهد الطاجي واخ اشني هي كيفاش من ردة خطيرة تبارك الله المعدنوس المعدنوس حقا انتينا ماشي تختار العشيبة تجيب لي كلشي ديالو تزني تماري لا واخ كخشو كنت نقى نقي من نجي مال حباب عملو نجي باش الفيديو ديالنا يزيدو يطلعو الجيم هو اللي كيطلع باش الصور معاكم لا تشتي او صافي على ريحه حاجه بلديه كاينه الريحه وانا طلعوا فيها الشمام شش شش ويلي 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 قلق 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 صافي قولي عندها البوطه ردو صافي راه يقولوا دا البوطه قال واحد مطيشه لا مطيشه هذا الدجاجه ولا ضروري والله قيلي مطيشه عجبني مطيشه لي ونتلاقاو انا من نرجع معكم للتومه ديالي هنهار الفطور معاك ها التومة راك هايل لك راك تلاهينا وسمحنا في التومة ديالنا زاد مغيبة بربا عم كامل وحنا نلقاو في الأخيرة هذا الشتا اللي طاح هذا الأخر هي هي اللي قتلت بالحق باغا يزول هذا ضربة كبيرة النقاشات هذا خرج الحيدو بعد من الربع الحمد لله على النقاش وهذا حرق كمل انا كملتها ما كملاش ايه حرق حرق حلو حرق اسمع حرق حرق بصح والله لا وديك الاول هيكون باقي رخيخه سمعاتي ها يشرب باي نفس الدريه لا هذيك ناس محنا في كل شيء عنها عند الناس قصونا كيفاش ايدي حرقه كيف ني التومه كيفاش رجعت التومه كيفاش عبد الرحيم عنده شي يد قال الربيعه حتى جني انا ربيعه انا ما عندي شي يد حق ديالها كل شيء دور لي ديالها كلشي ها خلاني نصور نتعلم الصور
الله يلحق المغرب في الله هاكلا المغرب بالأدنى هيدا من اش من قلع انا اصبع قالوا اشتري الجزيرة قايلوا واش ما يحرقوا شي قالوا قالوا صبر انا الدائرة مدة قالوا صبروا دائرة باش نجمع الطاولة صافي سير هاتوا ما كيفاش ردينا شوية يا صاح يلا نمشيو دابا نشوفو شنو كاين ها واخ قرق صليم نمشي نجيبو الليمون ها الليمون ها شتو اليدين ديال الفلاح قالت لي واحد البنت ما بقاش يعمل العصير الاصطناعي بقاش راه بغي العصير بحال العصير زعما على يدك انا كنروح له العصير ولكن انا كيعجبني ديك العصير ما عندي ما نعمل كانت وقتك العصير وحده قتله ما شريتي هذه هذا العطريه شرينا من طنجة شريتها عمنا ولا هادي شرينا وقيله بشي 12000 فرين النهار ما فطروا واقفين ادري كناشيا كنت معلق بسم الله والله الا مش معلق وصح فطر زيد عزيزه بلا نسيبها مسكين الله انا منين مرضي ها شو بقي نصلي يلا صلي الله 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 هاتي راه هو ولا طازينا هو صافي ونسيبها مسكينة هي الله يرضى عليك هذا ما بدا دير رضا من الوالدين تمام يقول ربي يرحمهم كما راه بالي صغيرة ما كانوا يربيونا حنا صغارين عاودوا ما كيطيحوا مساكين كبارين وخصنا نوقفوا معاهم ونوقفوا بها كما كانوا وكما كانت في الحالة ديالهم هذا هو الواقع ديالنا والإنسان يتهلا في الوالدين ديالو وتهلا في الاحباب ديالكم كما يبقى في يدك الا تسالي تفرجوا في اليوتيوب وتفرجوا فينا تفرجوا شي يقولوا تفرجوا شي الكاميرا يا تفرجوا شي الكاميرا خفيف هذا عجبني بالكاميرا الخفية هذا عجبني كل شيء عجبني بالكاميرا الخفية انا بديت عجبني ثاني عجبني تفرجوا في ما طلع في حلقة على فترة مضى لا لا والله الطف كيها اذا تقاتلها كيها لي مهم المشاهدين ديالنا نتمنى بقى عجبكم الفيديو اليوم نكون خفافين درافين على قلوبكم وتهلاو فينا بجيم جيم وما تنساوش ما تنساوش والسلام عليكم السلام عليكم